إذا ما نتحدث عن اللجوء بشكل قانوني فهذا يجعل السوري يطالب بحقوق ومسؤوليات للحكومة، لكن إذا ما نتحدث عن ضيف فهذا شيء مختلف كمصطلح. أعتقد أن الحكومة عندما تقول أن هؤلاء ضيوف فإنها تضع نفسها في مأزق وتبدد ربما بعض المصطلحات القانونية التي يجب أن تحمي اللاجئ السوري. يعبر الناخب التركي المعارض عن استيائه من حكومة العدالة والتنمية باعتراضه على اللاجئين والقاء اللوم عليهم، وربما يستغل وضع السوريين ليضغط على حزب العدالة والتنمية ويعبر عن معارضته بهذا الشكل. أنا أظن بأن اليوم هناك عنصرية في التعامل مع الملف السوري، و واحد من حزب المعارضة مثلا حزب الشعب الجمهوري ومرشحه عن مدينة بولو قال بأنه إذا فاز في الانتخابات سيطرد السوريين من مدينة بولو. إنه حقيقة إن وصفنا هذا الخطاب هو خطاب حقير بمعنى الكلمة. هذه عنصرية، ولا يمكن أن نأخذ هذه الخطابات بعين الاعتبار، ويجب أن نحاربها. هناك طريقتين لمعالجة الوضع السوريين. الأولى، يجب أن لا نوصف السوريين بأنهم ضيوف، يجب أن نعطيهم حقوق ووصفهم بالقانون، ويجب أيضا أن نعطيهم الحق بسوق العمل. هؤلاء الناس ناس شغولين، ويجب عليهم أن يأخذون حقهم في العمل، و أيضا المقابل المادي يجب أن يعطى المواطن السوري. يجب أيضا تغيير الفكرة عند المواطن التركي أن السوري أتى وأخذ مني شغلي. يجب أن أعترف بأن أيضا بعض الأحزاب المعارضة تعرقل مسار حل المشاكل. ربما هناك بعض المبادرات الخجولة التي لم تصل إلى مستوى الحل، وأنا أخجل حقيقة من الاعتراف بهذا التقصير لأحزاب المعارضة. ولكن العدالة والتنمية يجب أن يضغط عليه سياسيا ليجد الحلول، ولا يستغل وضع السوريين ليضغط على الحكومة. أنا معارض يساري، والكثير من الناس يفكرون منه.